قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأدلة على أن الله هو المعبود الحق، يضل كثيرا من الناس عن المعبود، ومهمة الدعاة وهدف القرآن هو تعريف الناس بالله، فإذا جهلوا الله فهو الجهل الفظيع الشنيع، وإذا عرفوا الله اتبعوه وأطاعوه وتحرروا عن العبودية لغيره فكانوا أحرارا بحق. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتر الأرض فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار. فربنا تبارك وتعالى ينقص من ساعات الليل ويدخلها في النهار، فيصبح النهار طويلا والليل قصيرا، ويولج النهار في الليل، الليل في النهار والنهار في الليل، يدخل من ساعات الليل في النهار فيطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء. وإن الله سميع بصير، سميع لأقوالكم، بصير بأفعالكم، ليلا ونهارا تحركاتكم كلها وأقوالكم وما تسمعونه وما تبصرونه وما تسلكونه، فهو بصير سبحانه وتعالى بكل فعل وبكل صوت، لا تخفى عليه شيء من أحوال الناس ومن سكناته. وكيف تخفى عليه وهو الذي خلقهم على هذه الشاكلة؟ إذا تكلمت فهو الذي خلق لك آلة الكلام، إذا مشيت فهو الذي خلق لك آلة المشي، كيف لا يعلم سبحانه كيف تمشي ومتى تمشي؟ إذن وأن الله سميع بصير، ذلك هذا دليل على أن الذي يتصرف في الكون، يتصرف بالليل والنهار، يتصرف في الشتاء والصيف، يتصرف في الربيع والخريف لمصالح عباده سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، هو المعبود بحق، وعده حق وقوله حق، وما أنزله على رسله حق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. كلمة يدعون يا إخواني مو أقول له يا فلان تعال، لا، هنا المراد يدعون أي يعبدون، ما يعبدون من دون الله الباطل. والمعبودات من دون الله نوعين، تسلط الإنسان على الإنسان نوعين، تسلط مباشر مثل التسلط الفرعوني، تسلط قائد، تسلط زعيم، تسلط بشر على البشر، ينفذ فيهم ما يريدون ولا يستطيع أحد أن يخرج عن رأيه ولا عن أمره. لماذا؟ لأن هناك جواسيس، ويشتري زمام الناس فيخاف الإنسان من أخيه، فيطيعون فرعون أو يسكتوا عن كل أمر يرونه، ولو رأوا الكفر والفساد والخيانة بأعينهم، ربما بعض المنافقين يسمونها صلاحا وتقدما ورقيا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يخون الأمين ويؤمن الخائن. فهذا هو تسلط فرعوني. وهناك تسلط غير مباشر، نراء تقديس بشر أو حجر أو صنم أو شمس أو قمر،
من وراء تقديس هذا يصل بعض الناس إلى التسلط على الآخرين لأنهم هم خدم هؤلاء الأشياء أو هذه الحجر أو هذه الأصنام أو هذه الشعارات. من وراء هذه الشعارات يصلون إلى التسلط على أشخاص الناس وعلى أموالهم وربما على أعراضهم والعياذ بالله تعالى. فهذه الشعارات الكاذبة وهذه الأصنام الكاذبة التي يدعونها يعني يعبدونها يقدسونها هي الباطل. وأن ما يدعون من دونه أي من دون الله ما يطيعونه غير الله وما يقدسونه غير الله هو الباطل. وأن الله هو العلي الكبير العلي المتعالي على خلقه الكبير الذي ليس فوقه شيء. أيها الإخوة المؤمنون، هنا أريد أن ألفت النظر إلى ناحية ذكرتها مرارا منذ سنتين ثلاثة وأعيدها الآن. لو أن المسلمين عندما يسمعون الأذان كل يوم مرات الله أكبر الله أكبر، والله لو فهموا معنى الله أكبر الله أكبر لما كبروا بشرا فعبدوه من دون الله. عبدوه لا يعني صلوا له، لا، أطاعوه وتركوا طاعة الله. الله أكبر، الله العلي الكبير العلي المتعالي على خلقه. إن مثل الدنيا يعني الأرض بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ملقاة في فلاة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حلقة لو ألقيت في صحراء كبيرة تستطيع أن تحصرها، بعد لحظات يأتي الغبار وأين صارت؟ ضاعت. الأرض بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ملقاة في فلاة، والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاة، والسماء الثالثة إلى الرابعة إلى كذا، والسماوات السبع ومن فيهن بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. فتصور أن الله يعلو على جميع الكائنات على خلقه لا تحده جهة. فربنا يقول عن نفسه وهو العلي الكبير. هل تعلمون ما تقول بعض الشيعة الكافرة؟ أن الله هو علي. يأخذون من هذه الآية أن الله هو العلي، يعني أن الله هو علي، وهذه عقيدة النصيرية. فهم يعبدون عليا ويقدسون ابن ملجم، ابن ملجم اللي قتل علي يقدسونه. لماذا يقدسونه؟ قال لأنه خلص علي من الناسوت ورفعه إلى اللاهوت. علي كان ناسوت بشر يعني من الناس، لما قتله طلعت روحه خلص من الناسوت، فخرج علي فوق الغمام يحكم الكون. من قال هذا؟ هذا قول كفر ودجل لا أصل له، من خيالات الدجالين، لأن أصل هذه الأفكار كلها التشيع والمغالاة في حب آل البيت هو من عبد الله بن سبأ اليهودي. فهم واليهود يلتقون في ميزان واحد، وإن زعموا في القرن العشرين الآن أنهم هم أعداء اليهود كذبوا. الواقع يدل على أنهم يخدمون اليهود وينفذون مخططاتهم ويشتمونهم بلسانهم وينفذون ما يأمرونه. فإذن النصيرية يقولون أن الله هو علي، علي بن أبي طالب. حاشا، علي بن أبي طالب هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين. أما من خرج عن الحق منهم فليس منا وليس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم ترى أيها العاقل رؤية بصرية توصلك إلى أمر علمي حقيقي، توصلك إلى أن تنظر إلى صنع الله تبارك وتعالى عندما ينزل من السحاب ماء فتصبح الأرض مخضرة، الأرض الصالحة للإنبات ينبت فيها النبات ويخرج فيها الخضرة من الأرض فيستفيد منه الإنسان والحيوان، تخرج مختلف النباتات مما يفيد الإنسان وحيوانات الإنسان. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف بعباده باستخراج النبات والزروع من الأرض رزقا للعباد وللحيوان. خبير بمصالح عباده، فهو يعرف مصالحهم ويؤمن لهم ما يحتاجون إليه.
فلماذا يحاربونه ويتركون طاعته ويطيعون العبيد أمثالهم؟ هذا هو ظلم لأنفسهم. الله خبير بكل شيء، عليم بكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا ويعلمها، ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في سجل علم الله، يعلمه الله. الحبة قد تنزل فتستفيد من الرطوبة فتنبت، أو حبة تنزل فلا تستفيد تموت، يعلمها الله تبارك وتعالى. ما في شيء يغيب عن الله، فهذا هو الذي يطاع. أما المتسلط من المخلوق قد ينشر زبانيته وأعوانه يتجسسون على الناس ليتسلط عليهم ويحكم القبض عليهم ويميت بعضهم تحت التعذيب كما يحصل وحصل في كثير من الأرض، ليس في عندنا في سوريا فقط. هؤلاء ربما اتفق أعوان هذا الطاغية مع من يتجسس عليهم ووصلوا إلى أغراضهم، ولم يوصلوا هذا الطاغية إلى أغراضه. فكثيرا من أعوان الطغاة يصلون إلى أغراضهم لا إلى أغراض الطاغية، إذا قدروا على ذلك وإذا استطاعوا. فالطاعة ليست لهؤلاء الطغاة، الطاعة الحقيقية والعبادة الحقيقية لله تبارك وتعالى، لأنه لطيف خبير. وأيضا الدليل على أن له الطاعة، له الملك، المالك هو الذي يتصرف بالمملوك، له ما في السماوات وما في الأرض. له اللام لام الملك، تسمى حرف جر وتسمى لام الملك. له أي ملكا وتصرفا، ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني، الغني عن خلقه، ما هو محتاج إلى خلقه. الطاغية عندما يستعبد الناس يستعبدهم لأنه محتاج إليهم، يريد أن يأخذ منهم خيراتهم، يأخذ منهم جهدهم، يطيعونه، يذلون أنفسهم له، فهو يحتاج إليهم. الله تبارك وتعالى غني عن الناس، يأمرهم بما يصلحهم لا بما يصلح حاله. حاشا لله سبحانه وتعالى أن يحتاج لبشر. وإن الله لهو الغني عن خلقه الحميد، أي المحمود في ذاته وصفاته. أما الطاغية فرعون ليس محمودا في ذاته ولا في صفاته. الطاغية فرعون عدو، لأنه يستعين بأعدائنا على قتلنا. الطاغية فرعون ليس محمودا بل هو ذليلا، لأنه خائن يسلم البلاد والعباد لأعدائها من اليهود. فالطاعة والعبودية لله وحده لا شريك له. وإن الله لهو الغني الحميد المحمود في كل حال، يحمده عباده المؤمنون، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.